الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعدها: لا تنفل في وقت نهي إلا ما له سبب. لا تنفل في وقت نهي إلا ما له سبب. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. لكن هذه الكلية مستثنى منها شيء واحد فقط، وهو النوافل التي لها سبب، فمتى ما تحقق سببها في وقت النهي فلك أن تفعلها، لأنها مخصوصة من عموم النهي. فإذا دخل الإنسان بعد صلاة العصر إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن تحية المسجد نافلة لها سبب. وإذا توضأ الإنسان لا ليستحل الصلاة، وإنما وضوء عارض، فله أن يصلي بهذا الوضوء ركعتين. وإذا طاف الإنسان بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر فله بعد الفراغ من طوافه أن يصلي تحية الطواف. وكل ذلك دلت عليه الأدلة، فقد روى الخمسة من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا من طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والأصل بقاء العام على عمومه. وهذا يسميه الأصوليون العموم المحفوظ، وعموم النهي عموم مخصوص. وإذا تعارض العموم المحفوظ مع العموم المخصوص فالعموم المحفوظ أقوى. فإذا نبقى على العموم المحفوظ فتجوز الصلاة تحية المسجد حتى في وقت النهي، ولا بأس ولا حرج عليك في ذلك. طيب، لو أن الإنسان فاتته نافلة الظهر البعدية ولم يتذكرها إلا بعد صلاة العصر وقت نهي، أفتجيزون له أيها الفقهاء أن يصليها الآن؟ الجواب نعم، لأنها نافلة ذات سبب، وهو أن سبب فعلها تذكرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي إذا أصبح أو ذكر، فمتى ما ذكر فيصلي، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: عندنا مشكلة خفيفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الركعتين بعد العصر داوم عليهما مع أنه ينهى عن الصلاة بعد العصر، فنقول: فعله هذا فيه شائبتان، فيه شائبة تشريع وخصوصية. أما التشريع فهو أصل القضاء، فهو لنا وله، وأما الدوام فهو من خصائصه، لأن من خصائصه أنه إذا صلى صلاة في وقت أثبتها، فهذا من خصائص نبوته صلى الله عليه وسلم. فإذا المداومة له لا لنا، وأما أصل إيقاع القضاء فلنا وله.